صباح الخير، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. والآن مع الروزنامة. في الأسبوع 7 أيام. أيام الأسبوع هي الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، والسبت، والأحد. أيام هو الثلاثاء. 4 أيام لسنة 2021. أمس كان الاثنين، اليوم هو الثلاثاء، غدا سيكون الأربعاء. أحوال الطقس، انظروا من النافذة، هل هو مشمس؟ هل هو غائم؟ هل هو ماطر؟ أخبروني، نحن في أي فصل؟ نحن الآن في فصل الربيع. هيا بنا نتعلم إلى لقاء إحباء الصغار.